علينا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في كل وقت وحين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. حقائق النعم التي نعيش فيها اليوم نتعايش بها نغمر فيها نتلذذ بها، والله ما حقيقتها ولا حقائقها إلا من منعم واحد، ألا هو الواحد. أنعم فأسدل، جاد فمن، فله أن يمن على خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. الله صاحب المن، صاحب العطاء، صاحب الفضل، صاحب الإحسان، صاحب الإنعام. فلو سألنا ما هو المن؟ وما هو العطاء؟ وما هو الفضل؟ وما هو الإنعام؟ الله يجيبنا. فما هو المن؟ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا هو من الله. الإسلام من الله. الله من علينا، ليس بعقولنا، ليس بمالنا، ليس بقوتنا، جئنا للإسلام. إنما الإسلام من من الله سبحانه وتعالى. وبعد المن شيء يسمى العطاء. العطاء كم حجم العطاء؟ كم حجم العطاء؟ لا حجم له. لما؟ لأن المتكلم عن العطاء هو المعطي. كم؟ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. من؟ وعطاء. وبعدها فضل. هذا زيادة فوق المن والعطاء شيء يسمى الفضل. من أين؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من؟ عطاء، فضل. من هذا؟ ومن أين هذا؟ هذا كله من من؟ قال: هذا كله وما بكم من نعمة فمن الله. إذا صاحب الإنعام هو الله. فإذا هذه النعمة التي نحن فيها، وهذا المن الذي نحن فيه، وهذا الفضل الذي نحن فيه، وهذا العطاء الذي نحن فيه، ماذا يستوجب منا إلى ربنا؟ الشكر. الشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم. شكر الكلام، شكر العمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الحمد باللفظ والشكر بالعمل. الحمد لله باللفظ والشكر بالعمل. فلو عملنا ما يرضي ربنا، شكرنا العين وشكرنا الأذن وشكرنا اللسان وشكرنا اليد بما نتعلم به من دين لرب العالمين. نتعلم الدين لرب العالمين، لأن الدين لا نتعلمه للناس، إنما نتعلمه لرب الناس. لذلك العلم يبتغى لمن؟ من ابتغى علما مما يبتغى به وجه الله. لا يريد به عرضا من الدنيا، لم يشم عرف الجنة، لكن تريد به الله. فلما تريد به الله، الله الذي يأجركم، لأن أجركم في الدنيا قليل وأجركم في الآخرة عظيم. أجركم في الدنيا في المال قليل، أما أجركم في الإيمان كبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا رفع الإيمان ورفع العلم عطف على الإيمان، أي أعلى. إذا كان العلم أولا قبله الإيمان، جاء العلم بعده، يكون العلم لله. وإذا جاء العلم قبل الإيمان ينسب العلم للذات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هذا أيضا رفعة الدنيا من الله ورفعة الآخرة من الله.
ما هي رفعة الآخرة؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة أكبر من الدنيا في الدرجات وفي التفضيل. هنا تفضيل وهناك تفضيل. ما هو تفضيل الدنيا؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذا نحن نريد أن نعمل حتى نشكر، حتى نعرف أننا أدينا حق هذا العلم، لأن حق هذا العلم العمل، وحق القول الصدق، وحق القلب الإخلاص، وحق العين التفكر، وحق الأذن أن تسمع وتتواضع للقرآن، لأن الله جل جلاله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وللعلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الكون يدلنا على عظمة المكون، هذا الخلق يدلنا على عظمة الخالق. هذه السماوات وهذه الأرض كم حجمها؟ لا نعرف، لكن الله يبين حجمها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى كبر السماء والاتساع الأرض، هما يطيعان الله ويخضعان لله ويعودان لله، يخاطبان فيردان. خطاب ماذا؟ خطاب الذي يخاطبنا به الله اليوم، نحن يريدنا أن نرجع إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. السماوات أيضا ترجع لله والأرض ترجع إلى الله. ابتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماء تعود طائعة والأرض تعود طائعة والكون يعود طائعا لله. أيضا نحن نعود طاعة لله سبحانه وتعالى لننال شرف الرفعة والمكان والعلو عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فننال شيئا لا يناله الآخرون. ما هو؟ الحب. أنت تريد الله أن يحبك، ولكن كيف يحبك؟ بالتواضع. بالتواضع. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تواضع. هذا ما أجمل التواضع. التواضع صفة من؟ صفة عباد الرحمن. من هم عباد الرحمن؟ المصلون، الصائمون، القائمون، المنفقون. من عباد الرحمن؟ عباد الرحمن الذين إذا مشوا على الأرض تعرف الأرض أنهم عباد الله. عباد الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء عباد الرحمن. من أحبهم؟ الله. فكيف أحبهم؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الذلة علامة الإيمان، لأن الإيمان يرزق الإنسان التواضع، ويرزق الإنسان الهدوء، ويرزق الإنسان الإخلاص. لذلك لابد أن نبحث عن أنفسنا اليوم، أين نحن؟ في أي مستوى نحن؟ هل أنا في المستوى الأول؟ أو في المستوى الثاني؟ أو في المستوى الثالث من الإيمان؟ وما هو المستوى الأول من الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا المستوى الثاني. هذا المستوى الثاني. وعلى ربهم يتوكلون. هذا المستوى الثاني. هذا متخرج من مدرسة التوكل. وإذا دخل مدرسة التوكل ماذا يعطي الله؟ شهادة تخرج. ما هي شهادة التخرج؟ أولئك هم المؤمنون حقا. من الذي أخبر حقا؟ الحق جل جلاله قال حق. فإذا قال الله حق فهذا ختم بجودة هذا القلب عند ربه. لأن الله إذا ختم على القلب ماذا يختم؟ إيمان أو عدم استجابة. فمن ختم له بالإيمان أولئك هم المؤمنون حقا. ولكن الذي ختم عليه آخر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا ليس حقا. هذا قلبه لا يستجيب للحق فهذا يكون ميتا أو غافلا أو نائما لا يستجيب لله. الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا أحيل بينه وبين القلب لا يستجيب لله. الله المنادي من؟ الله. استجيبوا لله والرسول إذا ماذا يفعل الله فيكم؟ سيقول له رسول الله لما يحييكم. وكيف يحيى الإنسان؟ بذكر الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فلما نستجيب لذكر الله ولإلاء الله نكون أحياء، ولما لم نستجب نكون موتى. والموتى لا يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله. فنريد حياة القلوب وليس حياة العقول لوحدها. فحياة العقول مطلوبة وحياة القلوب مطلوبة. فحياة العقول تعمر بالأقدام وحياة القلوب تعمر بالأقدام. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه حياة الإيمان القلبي. وحياة الفكر بالقلم نكتب نسجل ندون فيرسخ ما في العقل من علم فيفصل هذا العلم على القلب فيحاكيه فيقول أنت تريد الهدى أم الهوى. فإذا القلب تقدم قال أريد الهدى، وإذا العقل تقدم قال أريد الهوى. وإذا تقدم العقل على القلب أصبح الهوى مسيطر على الهدى. فربنا يحذرنا من هذا الخطر. قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذا هذا العلم حجة لنا أو علينا فنجعل الحجة لنا. ينفعنا الله به مثل القرآن، والقرآن حجة لك أو علي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا هو طريقنا في الوصول إلى الله، لأننا نرحل في مراحل الحياة. وما معنى الحياة؟ الحياة هي تتجدد من مراحل الثلاث. حياة الدنيا هذه تسمى حياة، بعد الدنيا حياة تسمى حياة البرزخ. هذه انتظار من موت الإنسان إلى بعثة الإنسان تسمى حياة البرزخ. بعدها حياة الآخرة. حياة حياة حياة. الدنيا حياة الفناء، والبرزخ حياة الانتهاء، والآخرة حياة البقاء. لماذا مراحل الحياة الثلاث؟ الدنيا لمعرفة الله، والبرزخ للسؤال عن الله، والآخرة لرؤية الله. دراسة اختبار نتيجة. الدنيا ندرس، البرزخ نختبر، الآخرة نأخذ النتيجة. ما هي النتيجة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناجح
بل هم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. راس المال الذي لا يرى الله راس المال، والذي يرى الله ناجح فقط. هي القضية في النهاية، لما في البداية يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بداية الطريق الكدح والنهاية ملاقيه، فكيف تلاقيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا ظلم اليوم إن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ربنا كريم، نعم. ربنا عظيم، نعم. ربنا حليم، نعم. ربنا عفو، نعم. ربنا جليل، نعم. ربنا وليس لنا رب غيره. فماذا نقول؟ نقول الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ألا هو ربنا الذي يكبره ونعظمه ونمجده، لأنه أهل للثناء والمجد جل جلاله الله سبحانه وتعالى. فإذا مجدنا الله وعظمنا الله وكبرنا الله ماذا فعلنا؟ قال قمنا. والأصل في القضية قمنا. يا أيها المدثر قم ولا قل؟ يا أيها المدثر قل ولا قم؟ يا أيها المدثر قم. قم فأنذر وربك فكبر. إذن قم كناية للعمل، وقل كناية للقول. فأيهما يقدم؟ العمل. والقول لا يقدم. القول إذا وافق العمل يقوم مقبولا عند الله، وإذا لم يوافق العمل يقوم منبوذا عند الله. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن وافق قولنا عملنا، وافق عملنا إخلاصنا، وافق قولنا وعملنا صدقنا. فماذا يكون يوم القيامة؟ نتيجة واضحة. يوم القيامة لمن؟ للعاملين أو للقائلين أو للقائمين؟ لا، يوم القيامة للصادقين. اليوم ينفع الصادقين صدقهم. فيوم القيامة للصادقين. لما؟ لأن العاملين كثير والقائلين كثير، ولا لا؟ والمنفقين كثير، لكن الصادقين قليل. فربنا يريدنا أن نكون يوم القيامة من الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لذلك احبتي في الله، انما هذا الدين سهل سهل، ولما كان سهلا كان العاملين فيه يضحك عليهم ويسخى منهم. العاملين في هذا الدين يضحك عليهم ويسخى منهم. نراها اليوم، ماذا تعملون؟ أنتم تدرسون الدين، ماذا ينفعكم الدين؟ أنتم درستم الدين، ماذا ينفعكم الدين؟ فيضحك الضاحكون ويسخر الساخرون. ولكن أيهما أولى، البداية أم النهاية؟ النهاية. طيب ما هي النهاية؟ ولمن النهاية؟ فالله بيّن لمن النهاية. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أليست هذه النهايات؟ النهايات جميلة، لكن لمن صدقها ولمن صدق فيها. إذا نصدق بعد الله ونصدق مع الله بأن هذا العمل الذي نشتغل فيه وهذا العلم الذي نتعلمه لا يضيع. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلذلك يحسن العمل مع حسن العلم، فيكون العلم والعمل معا في عوننا إلى الله وطريقنا إلى الله. فنخلص العمل ونصدق في العلم فيكون علمنا لله
وليس لغير الله سبحانه وتعالى، ويكون عملنا موافقا لقولنا، فنكون قد قبلنا عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. لذلك لابد أولا نشعر أنفسنا أن الوظيفة التي نحن فيها لم تكن بمحض إرادتنا، إنما اختيار الله لنا. من الذي اختارنا؟ الله. ثم معنى اختيار الله يعني قيمة وقداسة. إذا اختار الله شيئا يجعل له قيمة وقداسة. فقد اختار مكة دون الأماكن فقدرها وقدسها، واختار شهر رمضان دون الشهور فقدره وقدسه، واختار ليلة القدر دون الليالي، واختار يوم عرفة دون الأيام. وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الذي اختار؟ ومن الذي يخلق؟ الله هو الذي اختار، خلق الزمن والمكان واختارهم. هذا من البشر، ومن البشر وعرف من المكان والزمان ومن البشر. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا اصطفاء من الله لكم، فأنتم اختاركم الله أن تكونوا طلابا للعلم النافع العملي التربوي الأخلاقي السلوكي الذي يوصلكم إلى ربكم سبحانه وتعالى. لكن لا بد أن يكون في فكري وفي قلبي أنني يا ربي أريد مهنة تكون مشابهة لمهنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جناحين. ما هو الجناحين؟ وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه مهنة محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة العالمية، الأخلاق في التعامل مع الخلق. إذا وصل ولا ما وصل؟ بطيارة تصل. قال بالأخلاق والرحمة نصل، بدون الأخلاق والرحمة لا نصل. إذا هذه وظيفتنا، وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي فضلها الله بها وجعله خير الرسل وخاتم الرسل، وجعلكم أنتم أتباعه. وبأي شيء أتباعه؟ انظروا إلى أي شيء يكون أنت تكون نائب المدير أو نائب الوزير، بأي مؤهل، مؤهل عالي يسمى دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس كما يسمى. لكن نحن نواب محمد صلى الله عليه وسلم بأي نصاب علمي؟ بآية. بلغوا تكليف عني تشريف، آية تخفيف. الذي معه آية تكون نائب محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف الذي معه جزء وجزئين وثلاثة وأربعة، كيف يكون؟ هذا يكون أعلى في المكانة وفي القرب من رسول الله، لأن معه أكثر علما ومعه أكثر معرفة، ويكون معه أكبر رفعة بسبب ما عنده من العلم وما عنده من العمل. فلذلك هذه مهنة عالية، وهي أن نكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حتى ندخل في نفس المكان الذي كان يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على يقين، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي، هذه طريقي. هل الذي يمشي وراء طريق قد أناره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع؟ لا يقع، لا يسقط، لأنه مشى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة مشوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نجحوا، ونحن نمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ننجو وننجح ونمشي، والآخرين يمشي وراءنا. كيف يمشي وراءنا؟ الإمام يوضع ليؤم به ويؤتم به أو لا. ونحن أيضا أئمة، لسنا أمة فقط في الإمامة، في إمامة العبادة، لا، في إمامتين أخرى. وما هي؟ إمامة الصبر وإمامة التقوى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. جعلني للمتقين إماما. هذه من؟ هذه إمامة يوسف عليه السلام لإخوته، كان إماما لهم بأي شيء؟ قال إنه من يتقي ويصبر
من يتقي ويصبر. إذا يوسف عليه السلام تعامل مع أمرين مع الله، التقوى المراقبة، والصبر الاحتساب. تعامل مع الله، إنه من يتقي ويصبر. مع إخوته الإحسان، إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني تعامل يوسف عليه السلام بالصبر بالصبر والتقوى. وصل يوسف عليه السلام ونحن بالصبر والتقوى نكون أئمة لمن خلفنا أن يقتدوا بنا. إذا هذه الدعوة تعلمنا الصبر وتعلمنا التقوى، وهذا هو الذي نريد أن ندرسه في عالم الحياة من خلال ماذا؟ من خلال تفريغ الأوقات فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما تعلمنا وكما فرغنا من الوقت لأن نخرج في سبيل نتعلم. هذه تسمى حياة التربوية العملية التطبيقية، نخرج فيها في سبيل الله نتدرب على هذه الأفعال النبوية الحقيقية التي تكون سببا لنجاتنا ونجاة من خلفنا، لأنها هي عمل صعب في التعامل، ولذلك العاملين فيها الصبر معهم. وكيف تصبر على ما لم تفت به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا عمل يسمى عمل الصبر، نشتغل فيه نكون ممن نال شرف قربنا من الله سبحانه وتعالى من خلال دعوتنا للخلق إلى التوجيه إلى الخالق. ومن وجه الخلق للخالق من يوجه له الكلام؟ الله. أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ثلاث مراحل للدعوة في الحركة، الحركة الأولى في نفسي، الحركة الثانية في ملأ، الحركة الثالثة في المشي. الأولى تأتي بالاطمئنان، والأخرى تأتي بحضور الملائكة، والثالثة ترفع غضب الله. الأولى من ذكرني في نفسي، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. الثانية ماذا؟ جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، تأتي بالملائكة. الثالثة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الثالثة ترفع غضب الله، وهي حركة الأقدام، لأن الله يحبها سبحانه وتعالى. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فنحرك أقدامنا فبالقدم يرفع غضب الله، وبالقلم تستنار العقول، فننير عقولنا وننير قلوبنا، ومن خلال الدعوة المباركة أنه هي في سبيل الله لنتعلم حقيقة التربية. فالعلم نناله في هذه المساجد العظيمة، والعمل أيضا نناله في المساجد العظيمة من خلال خروجنا في الدعوة إلى الله إلى خلق الله، لننال الشرف العظيم من الرب العظيم الكريم الذي قال لنا جميعا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأنتم أمة قد أخرجت للناس، فما هي وظيفتكم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن